بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بسان والكرة الأعزاء في هذا العدد الجديد الذي سيكون مليء بأخبار لاعبين المنتشرين في كل أصقاع العالم. ابقوا معنا. نبدأ بعطال الذي يصنع الحدث. يبدو أن الضغوط الرهيبة التي تعرضت لها إدارة مارسيليا سواء من الأنصار ومن الجمعية المساندة للسامية وأيضا من عمدة مارسيليا قد أتى أكلها. صحيفة ليكيب الفرنسية وفي عددها لنهار اليوم السبت أكدت أن الجزائري يوسف عطال لن يوقع مع مارسيليا، وأن النادي في طور البحث عن لاعبين جدد بالرغم من الاتفاق الكامل مع اللاعب. بدورها صحيفة لا بروفونس الفرنسية الجهوية لم تكتفي فقط بالتأكيد على أن عطال لن يأتي، بل هاجمت الإدارة لأنها فكرت مجرد التفكير في التعاقد مع لاعب مثله. صحيفة لا بروفونس قالت أن مارسيليا بيئة صحية ولا تقبل بالمتعصبين والمتطرفين، وعطال أثبت سابقا أنه متطرف، ولذلك فكرة التعاقد معه كانت خطأ لا يغتفر. بالعودة لليكيب، فقد قالت في تقريرها أن عطال كان من المفترض أن يمر على الفحوصات الطبية يوم أمس الجمعة من أجل التوقيع، لكن الضجة الكبيرة التي حدثت هي من أوقفت الصفقة وألغت الفحوصات الطبية، وهو دليل قاطع على فشل الصفقة. في حين قالت مصادر أخرى أن الإدارة لم تضبط موعد أي فحص، وكل ما قيل عن إلغائه غير صحيح. لكن رغم الفوضى العارمة التي تدور في محيط مارسيليا، فإن بعض التقارير المقربة من النادي قالت أن الإدارة ممثلة في المغرب بن عطية مصرون على التعاقد مع عطال. هم الآن ينتظرون هدوء العاصفة ورؤية ردة الفعل بشكل شامل، وإن كانت هناك فرص للتعاقد مع الجزائري فإنهم سيفعلون، لكن رغم ذلك الأمر جد 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 مستبعد. بن عطية وبحسب المصادر الفرنسية يقع تحت ضغط المدرب ديزيربي، هذا الأخير طلب عطال بالاسم وأكد أنه اللاعب الذي يتناسب وخططه، لكنه تفاجأ بالرفض الشعبي والرسمي للصفقة، وهي أمور خارجة عن نطاق رياضة لا يفهمها المدرب. على العموم لن ننتظر طويلا للتأكد ما إذا كان عطال سيوقع في مارسيليا أو لا، ولو أنه بنسبة 99% الصفقة فشلت. كشفت مصادر إيطالية اليوم السبت أن لاعب الخضر مهدي دورفال يمكن أن يترك ناديه باري بالرغم من إصرار المدرب والإدارة على إبقائه للموسم المقبل. موقع باسيو كاتانزارو الإيطالي قال أن إدارة كاتانزارو تصر على ضم مهدي دورفال، وسترمي بكل ثقلها لأجل إقناع إدارة ناديه بالتخلي عنه. أما إقناع اللاعب فلا يبدو مشكلة من الأساس. المصدر الإيطالي قال أن المدير الرياضي لكاتانزارو سيرو بوليتو يعرف دورفال جيدا، وتجمعهما صداقة قوية داخل وخارج الميدان. ببساطة هو من أتى به لإيطاليا وضمه لباري، ولذلك هو متأكد أن دورفال لن يخيبه وسيقبل بعرض ضمه، خاصة أن كاتانزارو ليس بناد ضعيف رغم أنه يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية السيري بي. ولم تتحدث المصادر عن أي قيم مالية، لكن صحافة كاتانزارو قالت أن إدارة باري لا تمانع بيع اللاعب في حال تم تقديم عرض كبير، وهو ما ستفعله الإدارة فعلا. للإشارة، كاتانزارو لعب الصيف الحالي نصف نهائي دور الصعود للسيريا وخسر ضد الصاعد كريمونينسي، ويملك هذا الموسم رغبة كبيرة في الصعود، وهو ما قد يحفز دورفال على قبول العرض. ما زلنا في بداية الصيف ودورفال مطالب بالانتظار علّه يحصل على عروض أحسن. دشن الدولي الجزائري أنيس حجموسة أول ظهور له مع ناديه الجديد فاينورد روتردام، وذلك في اللقاء الودي الذي خاضه اليوم السبت ضد نادي دودريخت. حجموسة بدأ مباشرة مع صافرة بداية الشوط الثاني وحاول ترك بصمة من دون أن يفلح. الجزائري الحاضر منذ أول حصة تدريبية تحضيرية يأمل أن يترك بصمة كبيرة هذا الموسم مع فاينورد. الجزائري الآخر رامز العربي زروقي كان حاضر اليوم أيضا في لقاء فريقه في الفترة التحضيرية. زروقي وعكس حاج موسى بدأ اللقاء أساسيا، وعلى عكس حاج موسى أيضا ترك بصمة مباشرة حيث ساهم في هدفين من أهداف فريقه الأربعة.
زروقي مثل حاج موسى يسعى لترك بصمة والعودة ليكون أساسيا بعد موسم سابق مخيب جدا. يبدو أن إدارة هارتا برلين مصرة إصرار كبير على إبقاء اليافع الجزائري إبراهيم مازا مع الفريق للموسم المقبل. المصادر الألمانية قالت سابقا أنهم استعملوا معه كل الطرق، سواء بإغرائه براتب كبير أو حتى بإغرائه بمشروع رياضي يكون من قادته، لكن الصحافة الألمانية اليوم السبت أشارت لأمر جديد، حيث كشفت أن المدرب قرر منح الرقم 10 للاعب من أجل إبقائه. التقارير الألمانية قالت أن الرقم 10، ورغم أنه لم يكن شاخرا، إلا أن المدرب والإدارة قرروا منحه لمازا علّه يرفع من معنوياته ويؤكد له النوايا الحسنة لهم تجاهه، وهو ما قد يقنعه أكثر بالبقاء. الرقم 10 بحسب نفس المصادر هو الرقم الذي يحلم به كل لاعب في العالم في فريقه، وارتداه أساطير النادي مثل مارسيلينو في هرتا برلين، لكن مازا حصل عليه وهو في سن 18 سنة فقط، وهو ما يؤكد قدراته. لكن برغم ذلك قالت المصادر الألمانية أن بقاء مازا يبقى غير مؤكد. اللاعب ولغاية الآن ما زال يضع فكرة الرحيل في رأسه، خاصة مع الضغط الرهيب الذي يمارسه نادي شتوتغارت على إدارة ناديه، في انتظار ما إذا كان مازا سيظهر فعلا بالرقم 10 في الموسم الجديد بعد أسابيع قليلة، أم أن الإدارة ستكون مضطرة لمنحه للاعب آخر بعد أن يرحل الجزائري. بعد غيابه عن بداية التحضيرات، كشف الموقع الرسمي لنادي كورتري البلجيكي يوم أمس الجمعة عن اندماج لاعب الخضر عبد القاهر قادري في التدريبات العادية مع الفريق، حتى أنه تواجد في قائمة فريقه للقاء اليوم الودي، وهو ثاني لقاء يلعبه الفريق. قادري وبدون شك لم يكن أمامه من خيار سوى العودة والانتظام في التدريبات، لأن أي تأخر كان سيعود عليه بالسلب. الجزائري الذي ظهر مبتسما في تدريبات فريقه سيعمل وبكل قوة لأجل الرحيل قبل بداية الموسم. المصادر المقربة من اللاعب تقول أنه لغاية الآن لا يملك أي عروض رسمية من فرق أوروبية، بعض المهتمين من بعض الدوريات المتوسطة، لكنهم لم يقدموا لغاية الآن أي عروض رسمية، لذلك سيعمل على الانتظار قليلا لأنه يريد البقاء في أوروبا، لكن إن لم يتح له الأمر قد يرحل للخليج. لاعب آخر استأنف العمل مع ناديه رغم التوقعات الكبيرة برحيله، وهو محمد بشير بلومي. الموقع الرسمي لنادي فرنسي أشار اليوم السبت أن الجزائري استأنف العمل وشارك في أول حصة تدريبية. بلومي كان قد سمح له بالغياب لمدة 5 أيام كاملة، حيث كانت إدارة النادي تأمل في بيعه، لكن الأمر على ما يبدو فشل، ولذلك استأنف التدريبات. فشل صفقة بلومي نحو مارسيليا لا يعني أنه سيبقى. الصحافة البرتغالية قالت أن إدارة مارسيليا ربما تعود بعرض جديد أكبر من العرض الهزيل الذي قدمته في البداية، كما أن دخول أندية جديدة على الخط يمكن أن يحرك الأمور. بلومي للإشارة من أكبر اللاعبين الجزائريين ارتباطا بالرحيل، حيث يقال أنه تلقى عروضا من مارسيليا وإشبيليا وبنفيكا وكلاب بروج وأندرلاخت وأيضا فينارباتشي التركي، لكن أيا من هذه الأندية استطاع أن يقدم العرض الذي يقنع إدارة فرنسي. نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي على موقع تويتر فيديو للمسات رياض محرز وأبرز ما قام به مع تعليق رياض دائما الأفضل. فيديو مثل هذا وفي هذا التوقيت لم يكن يعني سوى التشبث برياضة، وهو ما أكدت تقارير سعودية وعربية اليوم السبت، والتي قالت أن إدارة الأهلي ردت بطريقة غير مباشرة على الأخبار التي تكلمت عن رحيل لاعب الخضرة. محرز الذي لا يملك علاقة جيدة مع مدربه سيكون معنيا بالعودة لتدريبات قريبا جدا. مبدئيا إدارة الأهلي لا تملك أي نية للتخلي عنه، لكن يبقى كل شيء وارد من هنا ولغاية بداية الموسم. للإشارة الكثير من المصادر ربطت بين محرز والعودة لإنجلترا مع أحد الأندية هناك، لكن لا يوجد مصدر قوي أشار للأمر، وكل ما في الأمر إشاعات من حسابات يمكن وصفها بالمجارية.
أعلن نادي أميان الفرنسي توقيع أول عقد احترافي لليافع الجزائري أمين شعبان. العقد الأول لشعبان مع ناديه الفرنسي سيمتد لغاية 2027، وهو عقد أتى ثمار العمل الكبير الذي قام به طيلة فترة تواجده في الفئة الشبانية لناديه أميان، ومكافأة على تفانيه في العمل، وأيضا تأكيد واضح على مستواه الكبير الذي يملكه. أمين شعبان لمن يتذكر كنت قد تكلمت عنه الشهر الماضي ماي، فرغم أنه دولي جزائري لفئة أقل من 17 سنة، إلا أنه توجه لتمثيل المغرب في فئة أقل من 18 سنة. لاعب شاب يملك قدرات هائلة، ولذلك على الفاف التحرك لأجل إعادته، خاصة أنه في تصريحاته لم يغلق الباب أمام عودته للجزائر. لمن يريد أن يعرف، أمين يبلغ من العمر 18 سنة وينشط في مركز الظهير الأيمن. كشفت مصادر إسبانية أن نادي مالاغا الإسباني العائد للدرجة الثانية الموسم المقبل قرر التعاقد مع الجزائري يانيس رحماني. التقارير الإسبانية لم تشر لأي شيء بخصوص العروض، لكنها أكدت أن عودة رحماني لمالاغا ممكنة، خاصة أن إدارة ناديه أيبار لم تعد تفكر في الاحتفاظ به، وهي التي أعارته في نصف الموسم الأخير لنادي تيريفي. ليس فقط مالاغا، المصادر ذاتها قالت أن ثلاث أندية أخرى من الدرجة الثانية الإسبانية تريد اللاعب، وهي نوادي قرطاجنة والصاعدين هذا الموسم من القسم الثالث للثاني هويسكا وراسينغ فيرول. هذه النوادي الثلاث إلى جانب مالاغا سترمي بثقلها للفوز بخدمة رحماني، علها تستطيع ذلك. للإشارة، رحماني يعاني من إصابة خطيرة تعرض لها قبل شهرين أو يزيد، ولن يعود قبل ثلاث أشهر مقبلة، وهو أمر ستضعه إدارة أيبار في الحسبان، لأنها لا تريد الاحتفاظ بلاعب مصاب إصابة خطيرة. نبقى في إسبانيا، حيث أعلن نادي غرناطة الإسباني رسميا عن تعاقده مع الفرانكو الجزائري وحارس نادي أيبار لوكا زيدان. النادي الإسباني وفي بيان رسمي قال أن زيدان وقع لثلاث سنوات مقبلة، بعد أن دفع النادي قيمة شرطه الجزائي في عقده مع أيبار، متمنيا له الحظ الموفق مع الفريق وأن يساعده على تحقيق أهدافه. وكان زيدان قد حصل على أربع عروض، ثلاث من الليغا وواحد من الدرجة الثانية السوغوندا ليغا، لكنه فضل غرناطة والدرجة الثانية، وبدون شك السبب رياضي محض، لأن زيدان يريد أن يكون أساسي ويلعب. إضافة إلى ذلك، نادي غرناطة نادي كبير وسيعمل على العودة سريعا للليغا الموسم المقبل. كشفت مصادر بلجيكية ومحلية اليوم السبت أن نادي سانتروند، وبعد إنهائه لصفقة الجزائري الأول زين الدين بالعيد، يسعى لضم لاعب ثاني وهو لاعب شباب الوزداد أكرم بوراس. إدارة سانتروند تبدو جد معجبة بقدرات بوراس، ويبدو أنها دخلت معه في مفاوضات تقدمت للدرجة التي بات فيها الجزائري قريب جدا من التوقيع مع هذا الفريق. المصادر البلجيكية قالت أن أندية كثيرة من الدوري البلجيكي تراقب اللاعب وتقربت من وكلاء أعماله في صورة شارلوروا الذي يضم زورغان وبومبولي، لكن يبدو أن إدارة سانترون تسبقهم جميعا، ما يجعل من صفقة بوراس صفقة مهمة، ليس فقط مستويات اللاعب الكبيرة لكن مجانية الصفقة، وهو أمر يسيل لعاب كثير من النوادي البلجيكية على رأسهم نادي سانتروند. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا، السلام عليكم.